محمد يبقى معنا من ريف درعا اذا مباشره مراسل اخبار الان محمد الحوراني. محمد مساء الخير. اذا تفاؤل واضح ولكن بطبيعه الحال هو حذر، ما الاضافات التي يمكن ان نعرفها منك فيما يتعلق بالاجواء؟ نعم يسو مساء الخير. ما تزال الهدنة مستمرة في جنوب غرب سوريا ولا سيما في محافظة درعا، حيث تلتزم كافة الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار. شهدت كافة الجبهات هدوء تام في محافظة درعا ولا سيما حي المنشية الذي كان يشهد الأيام الماضية معارك طاحنة ما بين قوات النظام وقوات المعارضة المنضوية تحت غرفة عمليات البنيان المرصوص، بالإضافة إلى ريف القنيطرة. أيضا هناك هدوء تام في محافظة القنيطرة ولا سيما مدينة البعث. بالعودة إلى مدينة درعا هناك بعض الخروقات لقوات النظام، لكن كانت سجلها ناشطون، هي عبارة عن سقوط بعض القذائف الهاون على أحياء درعا البلد، وأيضا بعض الرشقات من الرصاص من سلاح ما يسمى الشيلكة. هذه خروقات بسيطة مقارنة بأجواء المحافظة قبل الهدنة، وأيضا مقارنة بالهدن السابقة التي كانت تمر على المحافظات الجنوبية. واضح جدا هنا التزام كبير من قبل كافة الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة هناك ترحيب كبير من قبل الأهالي في محافظة درعا ولا سيما المناطق التي كانت تشهد اشتباكات، حيث يأمل السوريين هنا ميسون والأهالي أن يعودوا إلى منازلهم ويعاد ترميم ما أفسدته المعارك في بلداتهم ومناطقهم. الأمس كنت في منطقة مخيم درعا، هذا المخيم الذي كان يشهد قصف عنيف طيلة الأيام الماضية فهو مدمر بشكل كامل. هناك تحدي وصمود من قبل أهالي المخيم بإعادة تأهيل منازلهم وإعادة فتح الطرقات وإعادة توصيل شبكات الكهرباء للعودة إلى منازلهم، فهم يقولوا لا مأوى لنا سوى منازلنا وسوى بيوتنا، نود أن تستمر هذه الهدنة وأن يلتزم النظام في قرار وقف إطلاق النار. وهناك أيضا تحركات للمجالس المحلية واضحة جدا ولا سيما في مدينة بصرة الشام التي كانت اليوم تقوم بإعادة تأهيل شبكة الكهرباء وإعادة إصلاح ما أفسدته المعارك أيضا والقصف الذي كانت تشهده هذه المدينة من قبل قوات النظام. هناك أيضا تأهيل لشبكة المياه وأيضا هناك تأهيل للصرف الصحي وإعادة تنظيف الشوارع كبادرة وإيصال رسائل من قبل المواطنين وأهالي هذه المحافظة إلى أنهم شعب سلمي يود أن يعيش بسلام، يود أن يعيش باستقرار، أن ينال حريته كما تعيش باقي الشعوب. ولكن هنا لسان حال السوريين ميسون في هذه الهدنة أنهم يودون أن تكون هذه الهدنة شاملة لكافة محافظات سوريا وأن يكون أن تقف آلة الحرب وآلة الدمار وآلة القصف، فهم فسبع سنوات قد أنهكت كافة الأهالي هنا من القصف والتدمير والتشريد. نعم ميسون أعود إليك. شكرا لك من ريف درعا مراسل أخبار الآن محمد الحوران.